خسرنا الدوري ليه؟ طيب يمكن انا جاي عشان بكره يعني انت النهارده نعم. في بدايه مقدمه على طول قلت النهارده نعم. على طول نعم. واحنا من الناس اللي بتحب تقفل بتقفل نعم. الحاجه بحلوها وبمرها كويس. بنستفاد من مرها جدا ولا ما تبقاش ذكي يعني خالص يعني وبرضه بتستفاد من حلاوتها نعم. فانا جاي عشان يمكن نقفل صفحه فاتت موسم كان طويل جدا دخلنا فيه سبع بطولات نعم. خدنا سته وخسرنا واحد يعني سته لواحد تمام سته واحد فانت نعم. بتتكلم ومع ذلك احنا عندنا دم يعني نعم. مقدر تماما شعور الجمهور جدا نعم. جدا نعم. في بطوله كانت في المتناول جدا جدا يعني وبطوله بتاعتنا يعني 42 بطوله يعني ومعتادين عليها وهي بتاعتك ومتعود عليها وكل حاجه لكن في حاجات لازم نقف مع نفسنا كانت قريبه جدا هي بعدت ورجعت وتقربت جدا ما انا هقول لحضرتك يمكن ممكن حاجات غلطنا فيها والله طبيعي كان تقديرنا فيها مش مظبوط زي ده حاجات كتير يعني من على سبيل المثال ان احنا ركزنا قوي 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 في افريقيا اهتمينا بافريقيا جدا جدا كانت اولوياتنا بشكل بنسبه مثلا ممكن تروح ل 7-3 مثلا وده برضو نسبه ما يصحش ما كانش يجب اكيد اخفقت انا في بعض الاوقات او بعض القرارات او بعد حتى التحضيرات ده وضع لازم اعترف بيه اكيد كان في جزء فني اكيد كان في جزء لعيبه ده الجزء الاعترافي الجزء الثاني ان احنا اتضغطنا بشكل ما كانش طبيعي جدا طبعا يعني محدش يقدر يقول كده والعلامه واللي الناس اللي كانت بتقعد تتكلم يعني وتهري وتقعد تتكلم في حاجات مالهاش هي علاقه اصلا بكره القدم اساسا يعني ولا لعبتها ولا مارستها ولا كان عندها ولا بتقرا فيها اصلا وبتتكلم على ضغطه النادي الاهلي كان له تاثيره الواضح جدا في المنتخب جدا اللي الناس شافته يعني ولمسته وحسته وكانت نتيجته موجوده ماتشين انجولا طبعا طبعا فانت القوام الاعظم عندك من النادي الاهلي انت بتلعب سبعه في يعني المنتخب سبعة فانت كان ضرر انت ما بصيتلوش اصلا يعني لقد مين بصلوش مين اللي بيدير المسابقه اللي بيدير طبعا اللي بيدير انت بصيتها ان انا عايز اخلص من الموضوع ده عايز اخلص في الوقت ده عايز اخلص من الجدول ده لكن له بعد والبعد ده خلي بالك لا قدر الله ممكن نحسه اكتر واكتر النهارده ليبيا متصدره المشهد صحيح فده مش صح يعني ان شاء الله الرحمن هنرجع وانا متاكد ان احنا هنرجع وان شاء الله هنرجع ونتصدر كمان ده الجزء الثاني الجزء الثالث كان في عوامل خارجه عن الاراده مش عايز اتكلم فيها كتير برضو لكن كان في طبعا في حاجات ما كانتش مثاليه ولا عادله خالص يعني ما كانش في عداله بجزء في نسبه لا اتظلمنا الاهلي اتظلم حاسين بظلم بص يعني مش عايز اقول كده عشان برضو ما تتخدش عليا ومحدش يفهمها غلط ولا حاجه يعني عايز اقول ان ما كانش في توفيق يعني في اوقات كتير قوي مع الناس في اداره تحكيميه في بعض المباريات وبعض القرارات ما كانش فيها توفيق خالص يعني بنسبه تكاد تكون مثلا 80-90% يعني في الامور اللي كانت علينا في الامور علينا. اللي كانت علينا طبعا يعني انا من الحاجات اللي اتضحكت جدا يعني بكون طالع الجيش قال لك احنا عملنا الجول ده 3G يعني انت هتستعملني عارف هتستعملني يا هرم فاكر الكره داخله الجول يعني واحد رجله على رجله الثابته على رجله الثابته ايوه الثابته رجله الثابته على الخط الرجل الثانيه هتكون فين يعني جوه. هيطلع الكره في الشبكه فقال لك احنا عملنا 3G الابعاد بعد الماتش بقى قلت له عم اديله تحليل دي ان ايه وخلاص يعني هات الكره فطبعا في حاجات مش معقوله خالص في الكلام ولا الترتيب ولا الافكار لكن في النهايه لازم تعترف وعايز تبقى بكره بالنسبه لك احسن بص لنفسك ممكن يبقى في اخفاقات كانت خارجيه وما كانتش موفقين فيها لكن الجزء طب في جزء علينا احنا طبعا احنا كفريق لازم. علينا ده طبعا ان انا اساعد نفسي مش عايز حد يساعدني طبعا لا وتعترف بيه وتعترف بيه احنا نعم. بنعترف بيه من اول ما حتى يمكن في طلائع الجيش واحد في ماتش طلائع الجيش قلت على طول يعني قلت لا احنا في جزء احنا غلطانين فيه جدا اهتمينا قوي ما كناش نعرف ان بطوله الدوري ب 200 بطوله افريقيه ما كنتش عارف والله يعني لحد ان الدوري هو اهم من البطوله الافريقيه يا نهار اسود لا اهم مش كده طبعا ده في مقياس مين لا مقياس اللي بيقول لك الدوري هو اهم بطوله مش بطوله دوري ابطال افريقيا طبعا يعني والله خلاص احنا هنشتغل السنه الجايه شغل جامد جدا عشان ناخد البطوله الاهم ب 200 بطوله افريقيه دي